السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين الكرام في كل مكان على قناة يمن شباب، أطاب الله مساءكم بكل خير، أحييكم وأدعوكم إلى هذه التغطية من حديث المساء. تجدد الشرعية اليمنية رفضها لخارطة ولد الشيخ، وتصف الخارطة بالمفخخة والمجزأة والمكافئة للإنقلاب عبر منح الشرعية والمشروعية لجرائم الإنقلاب، كما جاء في حديث الرئيس هادي الذي عقد اجتماعا موسعا اليوم بالحكومة وهيئة مستشاريه، وأيضا أمام تجديد الرفض الشرعي لخارطة ولد الشيخ المفخخة، تبدو تحركات ولد الشيخ في الفراغ وبلا أهمية، فيما تنتظره أيضا مهمة صعبة جدا في الرياض لمحاولة إقناع الشرعية بذلك. هذا الرفض للخارطة يمكن اعتباره تعبيرا عن امتلاك الشرعية لزمام المبادرة، لكنه أيضا يطرح تساؤلات كثيرة، تساؤل آخر حول البدائل السياسية أمام السلطة الشرعية، وهل تم مناقشة تلك البدائل في اجتماع الرئيس اليوم بالحكومة والمستشارين، وما الذي ستقوله حكومة الرئيس هادي لولد الشيخ بعد عودته من صنعاء، أم أن إنهاء الانقلاب عسكريا هو الرهان الوحيد كما تقول المؤشرات على الأرض، حيث تبدي قوات الجيش الوطني والمقاومة إصرارا على التقدم في جبهات نهم والجوف وتعز. مرحبا بكم بالجديد مشاهدينا الكرام، ينضم إلي عبر الهاتف عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب أحمد عائض المحلل السياسي، الذي ينضم إلي في هذا المساء للتعليق على موضوع هذه التغطية من حديث المساء. أستاذ أحمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تحية لك أخي الكريم، مرحبا بك على قناة يمن شباب. ويعني بعد أسبوع من الضغوط على الشرعية خرجت تجدد رفضها من جديد لخارطة ولد الشيخ عبر اجتماع الرئيس هادي بالحكومة ومستشاريها اليوم، كيف تقرأ تجديد هذا الرفض؟ ويعني ما الذي يعني قرأته اليوم من خلال هذا الاجتماع الذي عقده اليوم الرئيس هادي بمستشاري؟ اجتماع الرئيس هادي اليوم بكبار الدولة اليمنية هو يأتي في سياق التأكيد على الشرعية القانونية والشرعية الشعبية والشرعية الدولية التي تمتلكها الحكومة اليمنية والتي يمتلكها الرئيس هادي شخصيا، هو تأكيد وهو رسالة أولية وأخيرة للمجتمع الدولي ولرعاة المبادرة الخليجية وللمجتمع الدولي بشكل عام، على أنه لا يمكن أن نتجاوز موضوع المرجعيات الأصيلة والمتمثلة في الحكومة اليمنية وهادي، كونها ستفضي كما أخبر شخصيا إلى تداعيات لا يحمد عقباها، وفي أهمها هو إطالة الحرب والمبادرة التي ما يسمى بخارطة الطريق لولد الشيخ، هي عبارة عن مشروع حرب قادم لا يبقي ولا يذر للأطراف اليمنية، وليست مسودة أو خارطة سلام كما يظن أو يفكر البعض. نعم، الرئيس هادي يصف هذه الخارطة بأنها الخارطة المفخخة، أنت برأيك لماذا تبدو مفخخة؟ قد يكون هذا المصطلح يعني مصطلحا هادئا من فخامة الرئيس هادي،
أظن أن البنود والتداعيات التي ستفرزها هذه المبادرة أكثر من موضوع تفخيخ، يعني بكل ما تعنيه الكلمة. المبادرة ستفرز حرب أهلية أكثر ضراوة مما هو حال الآن، يعني بين طرف يعني مؤيد للشرعية وطرف يعني ممثل بموضوع الانقلاب أو ما شابه ذلك. فنحن إذا تكلمنا عن مثل هذا التوصيف، هو توصيف هادئ لخطورتها في المرحلة القادمة، ليس على اليمن فقط وإنما على مستوى المنطقة بشكل عام. ولكن إلى ماذا تستند الشرعية في هذا الرفض المستمر لهذه الخارطة وتجديد الرفض؟ أليس يعني يمكن اعتبار هذا الرفض تعبيرا عن انطلاق الشرعية من موقع القوة وأنها تملك زمام المبادرة؟ الحكومة اليمنية وشرعية الرئيس هادي هي من أول يوم من انطلاق عمليات التحالف يمتلك الكثير من أوراق القوة وأوراق الصمود أمام هذه العصابة المتمردة، لكن هناك كثير من المآخذ السياسية على الجانب السياسي الممثل بالحكومة اليمنية، وهو السير بخطى بطيئة جدا في التعاطي والتعامل مع المتغيرات والمعطيات للحرب، على عكس ما يجري على الساحة العسكرية من انتصارات واسعة وكبيرة على الصعيد الميداني، سواء في على كل الجبهة، سواء ما تم في الجنوب أو ما يتم حاليا في المحافظات الشمالية التي تتم فيها المواجهات. أريد أن ألفت إلى قضية الاستنادة الشرعية. يعني قبل 3 أشهر من تاريخ اليوم سمعنا عن تسريبات نشرتها قناة البي بي سي عن مبادرة سمت بمبادرة كيري، تضمنت نفس السياق وهو نفس هذه الخرطة التي تقدم بها ولد الشيخ، تتمثل في نزع صلاحية الرئيس هادي واستقالة نائبه وتعيين نائب آخر. سربت هذه المبادرة قبل 3 أشهر تحت مسمى مبادرة كيري. العجيب أن السفير البريطاني يومها زار الرئيس هادي يعتذر رسميا عن مثل هذا التسريب، معتبرا أن هذا لا أساس له من الصحة. بموجبها أيضا وزارة الخارجية الأمريكية قبل 3 أشهر يعني أصدرت بيانا توضيحيا على أن هذه المبادرة يعني ليست صحيحة وليس لها أساس من الصحة. نفاجأ قبل أيام بخارطة الطريق التي حملها ولد الشيخ، هي ذات المضامين وهي ذات الخطط التي عرضت على الحوثيين وعلى الرئيس هادي والشرعية. فهنا نسألهم، يعني لماذا اعتذرتم قبل 3 أشهر عن خطأ مثل هذه المبادرة للحماقات التي تحويها هذه المبادرة والأخطاء والمغالطات التي وردت فيها؟ ومن ثم اليوم يأتي هذا الموفد الدولي بمثل هذه المبادرة المفخخة كما أطلق عليها الرئيس هادي. نعم، خلينا نتحدث قليلا عن ردود الفعل الشعبية، عن الإسناد الشعبي. يعني هنالك يعني قبل اجتماع الرئيس هادي بالحكومة والمستشارين كانت المظاهرات الشعبية قد عمت المدن المحررة في طوفان شعبي رافض لخارطة ولد الشيخ، ولا تزال هذه المظاهرات والمهرجانات الشعبية متواصلة حتى اليوم. اليوم كانت في الجو. ما أهمية هذا الإسناد الجماهيري للشرعية؟ هل مثل دافعا مهما لموقف الرئيس والحكومة اليوم؟ التحركات الميدانية الشعبية والميدانية هي السند الرئيسي للرئيس هادي وللحكومة اليمنية. هي الشرعية الأولى التي ينطلق منها الرئيس هادي، سواء منذ وصوله إلى السلطة أو اليوم. قد يكون هناك حصل تجاهل لمثل هذه الحشود يعني خلال الأشهر الماضية، لكن يبدو أن الرئيس والحكومة اليمنية شعروا بأهمية العودة إلى أحضان الشارع، العودة إلى أحضان المظاهرات التي تؤكد وتعزز موضوع شرعية الرئيس هادي. خروج الآلاف المؤلفة في عدد من محافظات الجمهورية التي حررت من عصابات الغدر والخيانة والانقلاب هي رسالة أيضا للمجتمع الدولي على أن هذا الرفض ليس رفضا شخصيا متمثلا من الرئيس أو من نائبه أو من الحكومة اليمنية، لكن هذا الرفض مدعوم أيضا من الشارع اليمني ومن المقاومة الشعبية ومن الجيش الوطني ومن كل القوى السياسية والأحزاب الميدانية الموجودة على الشارع اليمني على امتداده وطوله وعرضه. طيب أستاذ أحمد، دعني أذهب إلى الدكتور محمد قباطي وزير السياحة الذي ينضم إلي أيضا الآن عبر الهاتف، لنفصل أكثر في ما يتعلق باجتماع الرئيس هادي بالحكومة وما الذي جرى أو أهم ما دار في هذا الاجتماع. دكتور السلام عليكم. و
وعليكم السلام والرحمة، أهلا بقناة يمن شباب. تحية لك وأهلا ومرحبا بك على قناة يمن شباب. ويعني في أي إطار يأتي اجتماع الرئيس هادي بالحكومة ومستشاريها اليوم في الرياض، وما الذي تم خلال هذا الاجتماع؟ أخي، لابد أول حاجة قبل أن نتعرض لهذا الموضوع، يجب يعني أن يدرك الجميع بأنه في خلط حصل بين مهمتين مختلفتين، مهمة جمال بن عمر وبعدها مهمة ولد الشيخ. جمال بن عمر عندما أتى جاء كطرف يحاول أن يلعب دور توفيقي بين الأطراف كلها، ومن هنا سعى نحو إنجاز قضية المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية وبعدها مؤتمر الحوار الوطني. لكن أخونا إسماعيل ولد الشيخ جاء بعد صدور القرار 2216، ومهمته واضحة في القرار أنه هو مسؤول لكي يتابع الطرف الانقلابي مدى استعداده لتنفيذ المبادرة، ومن ثم الوصول إلى مشاورات من أجل تنفيذ المبادرة. حتى إذا عدتم إلى الرسالة اللي رفعها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الرئيس هادي في نوفمبر الماضي، قبل نوفمبر قبل الماضي، قبل يعني بداية مشاورات جنيف، كان واضحا بأنه يتحدث عن مشاورات وليست مفاوضات أبدا. يجب التأكيد على أنها كانت مشاورات لتنفيذ القرار 2216. نعم، إذا مهمته كانت تنفيذية أكثر. مجيء مثل هذه، خليني أكمل، مجيء مثل هذه الآن الرؤية التي تخرج عن إطار يتسق مع القرار 2216. القرار 2216 مبني أيضا، هو إذا عدت إلى ديباجته، مبني على أساس القرارات السابقة وعلى أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. إذن هذه المرجعيات الآن أصبحت مرجعيات أساسية في أي مشاورات وليست مفاوضات. نحن لن الحكومة موقفها أنه ليس هناك تفاوض على طبيعة ما نحتاجه في اليمن. اليمن خرجت من مؤتمر حوار، عارفين خارطة المستقبل، عارفين إيش اللي بننفذ، يعني توافقنا على الدستور، وبالتالي هي مشاورات لتنفيذ القرار 2216. فكان موقف الحكومة في رفض استلام هذه الخارطة يتسق تماما والمنطق، أنه خارطة تخرج عن إطار المهمة اللي مكلف بها هنا ولد الشيخ، وهي تنفيذ وإجراء مشاورات لتنفيذ القرار 2216 المرتبط أيضا بالمرجعيات الباقية. نعم، جميل. هذا كان توضيح مهم جدا حول طبيعة مهمة ولد الشيخ. نعم، خليني أتحدث عن الاجتماع أكثر. يعني هل دار في الاجتماع يعني ما يمكن أن تطلعنا عليه؟ الاجتماع يعني بشكل عام، اجتماع الرئيس مع مستشاري في الغالب هو يعني يتابع ما يجري على في المنطقة بشكل عام، وفيما يعني يتسق وفيما يعني يرتبط بقضية الحل والسلام والأمن في اليمن. بالتأكيد ما جرى في صنعاء من إفشال لمهمة ولد الشيخ الذي وصل إلى هناك، وبالتالي سمعنا نحن ما جرى الجماعة حتى خطته ما طرحوه ونحن رفضناها لأنها لا تتسق مع المرجعيات ولا مع القرار، اعتلبوا عليها بالكامل. يطالبون يعني النقاش حول قضية الانسحاب، يطالبون النقاش حول قضية تسليم السلاح، يطالبون نقاشا حول قضية تشكيل مجلس رئاسي. يعني حتى خطته ضربت بالكامل ورميت عرض الحائط بالكامل. وبالتالي يعني يجب على الحكومة اليمنية أن يكون لها موقف واضح مع الشرعية الدولية وبالتعازر والمعاونة مع إخوتنا في دول التحالف، لكي تقوم الأمم المتحدة بدورها المطلوب منها. الشعب اليمني يعاني، أخواننا الآن في مناطق محاصرة، مجاعات موجودة، تصل الكثير من عونة الإغاثات يصادرها هؤلاء الانقلابيين لصالح مجهودة من الحرب. وبالتالي النقاش يجري حول كل ما يجري على صعيد الوطن، وأيضا الموقف الذي يجب أن يعني تتخذه الحكومة في توجه للضغط سياسيا وعسكريا ويعني إخلاقيا حتى. نعم، ماذا عن الضغط الشعبي؟ ماذا عن الإسناد الشعبي؟ هل يعني سيشكل دافعا للحكومة لتقف أكثر أمام هذه الخارطة؟ بالتأكيد أخي، أنا أتحدث أنه خميس 3 من نوفمبر كان منعطفا حاسما، ورسالة كانت واضحة للعالم كله بأن هذا الشعب بالرغم من معاناتهم، ونحن نعرف بأنه هؤلاء الانقلابيون سرقوا أموال بالكامل، أموال أسرقوا البنك المركزي، بالرغم من أن الناس لم يستلموا مرتبات، وبالرغم من كل الحالة
يعني المعاناة والقتل والخوف والإرهاب، خرجوا الناس بالملايين، أرسلوا رسالة واضحة للعالم وللإقليم بأنه هذا الشعب لن يستسلم أبدا لأي تفكير يخرجه عن ما وافق عليه. هذا الشعب عطى للرئيس عبد الرب منصور هادي 7 مليون صوت في فبراير 2002 من أجل التغيير. إذن هم يطالبوا، هذا حقهم أن يطالبوا بأن يروا تغييرا حقيقيا نحو إقامة دولة مدنية حقوقية حديثة قائمة على المؤسسات وقائمة على أساس الشراكة والندية في السلطة بالذات. وهذا ما جرى، الرسالة بالذات من الجنوب كانت رسالة لكل المشككين بأن هناك انقساما على صعيد الرأي العام في الجنوب، وأيضا المجتمع الدولي اللي حاول يظهر كأنه الجنوب لم يكن يعني يرتفع لتوجهات الشرعية. ما جاء المظاهرات انطلقت شرقا من المهرة وحضرموت وشبوة، وشمالا في مأرب، وشرقا في تعز، وجنوبا في أبين ولحب والضالع وفي عدن. هذه رسالة العالم كله. نعم، هذا ما يتعلق بردود الفعل الداخلية الشعبية، الإسناد الشعبي. خلينا نتحدث عن الضغوط الدولية الآن التي تتعرضون لها الآن كحكومة شرعية. إلى متى ستبقوا يعني صامدين أمام هذه الضغوط، أم يعني أمام هذه الخارطة التي وصفها الرئيس بأنها خارطة مفخخة؟ أخي، مع كل تقديرنا للخطة اللي جاءت بها الرباعية، نحن نقول بأنه نحن أمام طرف انقلابي رفض قرارات تحت الفصل السابع للأمم المتحدة، القرار 5 قرارات تحت الفصل السابع، وهذا حديث عن خطة. هؤلاء الناس رفضوا قرارات الشرعية الدولية وهي تحت الفصل السابع ليعطي الأمم المتحدة الانتقال للمادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة باستخدام القوة لإرغامهم. والد الشيخ مطلوب منه أن كان في إفادتي أن يقول عن الطرف المعرقل الذي لم يعني يحسم موقفه بشكل واضح من خطته اللي قدمها في الكويت. نحن وقعنا على خطة في الكويت رغم أنه بعض أجزاء منها إلى حد ما كانت خارج إطار المبادرة، وافقنا عليه، وبالتالي لا نشعر بأي ضغط دولي. الضغط يفترض أنه يتجه الآن نحو الأمم المتحدة لكي تنجز مهمتها فيما يخص هذه الجوانب كلها. نعم دكتور، يعني أتمنى أن تبقى معي إذا أمكن على الهاتف، لأنه عندي أيضا ضيف آخر الأستاذ أحمد عائض المحلل السياسي ينضم إلي عبر الأقمار الصناعية من مأرب. أعود إليه لأنقل هذا التساؤل أيضا وأسأله حول يعني ردود الفعل الدولية، وهل الحكومة ستبقى صامدة أمام هذه الضغوطات، أم أننا سنتفاجأ في المرحلة القادمة برضوخ ربما لبعض القرارات هذه؟ حقيقة حتى هذه اللحظة لم نسمع عن أي ضغط دولي، لا من الولايات المتحدة الأمريكية أو المجتمع الدولي. الموضوع ما فيه أن ولد الشيخ تقدم بمبادرة أطلق عليها أممية، وقال أن هناك مباركة من اللجنة الرباعية التي يعني صيغت فيها قبل 3 أشهر يعني في إحدى الدول الخليجية، والآن يعني عبارة عن يطالب جميع الأطراف للمضي في الحوار حول هذه المبادرة. الكرة الآن هي في مرمى الحكومة اليمنية، يجب أن يكون الرد قويا وحاسما، ولا أنا لا أرى أن لا يكتفى بقضية الاجتماع الذي حصل اليوم أو باتصال هاتفي إلى محافظي المحافظات أن أخرجوا مسيرات تأييد للحكومة اليمنية ورفضا لمبادرة ولد الشيخ. أرى أن الحكومة اليمنية أن تستغل هذه الفرصة للتصعيد السياسي والتصعيد العسكري على كل الصعد والتحرك في كل المجالات إعلاميا وسياسيا وعسكريا، وعودة يعني شبه كامل الحكومة اليمنية ممثلة بالرئاسة والحكومة اليمنية إلى أرض الوطن. أدعو إلى تصعيد كبير على الساحة اليمنية بتواجد الرئيس هادي وكافة أعضاء الحكومة اليمنية على أرض الوطن. هذا هو الرد الكفيل للمجتمع الدولي ولمن يحاول فرض الحوثيين والانقلابيين كسلطة واقعية في المرحلة القادمة.
اليمنيون بذلوا كثيرا من دمائهم وضحوا بالغالي والنفيس من أجل الكرامة ومن أجل الحرية ومن أجل استعادة ثورة الشباب، واستكمالا لثورة 26 سبتمبر. فالتصعيد والاستمرار في التصعيد من الحكومة اليمنية على مثل هذه المبادرة المفخخة هو أكبر رد حتى يرتدع المجتمع الدولي في عدم استغلال السكوت والتماهي، أو إن قلنا بالمصطلح العام طيبة الحكومة اليمنية، أو محاولة السير بسلام ومحاولة أن يكف عن اليمن الحرب والحروب والدمار. نعم. لكن يبدو أن كل هذه التنازلات التي قدمت طيب. يعني في كل المراحل يعني فهمت خطأ المجتمع الدولي. طبعا هنالك الكثير من التفاصيل حول البدائل السياسية أمام الشرعية، سأتحدث معها يعني عليها مع الدكتور القباطي، ولكن دعني أيضا أسألك وفق يعني هذه المعطيات التي تحدث عنها الآن والتي تحدث عنها الدكتور قباطي قبل قليل، خلينا يعني أسألك حول ما الجدوى الآن من تحركات ولد الشيخ ولقائه بالانقلابيين، طالما الشرعية لا تزال ترفض الخارطة رفضا مطلقا كما جاء في التجديد اليوم، وبالتالي ما الجدوى من تحركاته ولقائه المتتالي مع الانقلابيين لإقناعهم بالخارطة؟ كل اللقاءات التي أجراها يعني ولد الشيخ طيلة الأشهر الماضية يعني عبارة عن مراضاه ومراشاه من المبعوث الأممي لهؤلاء الانقلابيين، وفي كل مرة يرفضون. حتى هذه اللحظة اليوم يعني طيلة 3 أيام الموفد الدولي يجري لقاءات مع الحوثيين، مع طرف المؤتمر الشعبي العام الممثل بجناح عفاش أو بالجناح الحوثي. حتى الآن وسائل إعلامهم، تصريحات اللجنة الثورية، تصريحات المجلس السياسي، كلهم حتى هذه اللحظة يرفضون يعني التعاطي مع مثل هذه المبادرة المفخخة، ويرون أنها مؤامرة سعودية ومؤامرة يعني أمريكية عليهم كما يدعون. ولد الشيخ الآن هو يسير في 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 الطريق الخطأ، ويسير في الطريق الغير واقعي. يجب أن تثبت أولا أسس مثل هذه المبادرة من الطرف الشرعي المعتمد دوليا والمعتمد من قبل الأطراف الشرعية في اليمن، ومن ثم يمكن الحديث مع أطراف أو مع عصابات انقلبت على مثل هذه المبادرة. جهود ولد الشيخ في حقيقة هي جهود لن تقدم ولن تؤخر في سير مثل هذه الخارطة، ويجب عليه أن يكف عن مثل هذا العبث الذي لا يخدم القضية الوطنية لليمن بشكل عام. نعم، خليني أذهب إلى الدكتور القباطي لأسأله حول يعني البدائل السياسية أمام الشرعية لهذه الخارطة المفخخة. هل ستحصلون على إسناد دولي للبدائل التي قد تمتلكها الشرعية في المرحلة القادمة دكتور؟ أخي يعني يتضح الآن، يعني يجب أن يكون الرؤية واضحة. أظن أخونا إسماعيل ولد الشيخ يحاول أن يدافع عن في اللحظات الأخيرة في الساعة 25 اليوم عن مهمته. مهمته واضح بأنه الحوثيون والإنقلابيون أوصلوها إلى طريق مسدود منذ البداية، مهما حاول أن يرضيهم، لأنه حتى في إطار ما قدم لهم الآن من خطة يرفضوا من الأساس قضية الانسحاب، تسليم السلاح المتوسط، تسليم السلاح الثقيل، تسليم الصواريخ البالستية، قضية يعني الـ بشكل عام فيما يخص الجانب الأمني، ويطرحون أفكار غريبة. مجلس رئاسة، أي مجلس رئاسة، الرئيس عبد ربه منصور حسب نص يعني المبادرة الخليجية، وأيضا كل القارات الدولية التي انبنت على أساس المبادرة الخليجية، وأيضا مؤتمر الحوار الشامل، واضح بأنه هو الرئيس الذي سيستمر إلى أن تنعقد انتخابات نيابية ورئاسية ومحلية وإقليمية وللأقاليم بشكل عام، ويصبح هناك رئيس منتخب وفق الدستور الجديد. فبالتالي الحديث معهم هو مضيع الوقت، وللأسف أخونا ولد الشيخ يضيع الكثير من وقته الآن. يجب أن يقرر بأن هؤلاء الناس أوصلوه بالرغم من كل يعني محاولات استرضائهم وصل إلى طريق مسدود، وبأن مهمته وصلت إلى فشل. لا، يجب أن نتذكر بأن هناك أمين عام الأمم المتحدة الآن جديد بعد بان كيمون، سيستلم المهمة
هناك انتخابات أمريكية مقبلة، وبالتالي يعني المشهد بشكل عام سيتغير، لكن على الحكومة وعلى دول التحالف أن تستمر في الضغط على المجتمع الدولي سياسيا بجانب الضغط الدبلوماسي والضغط أيضا ميدانيا عسكريا، لكي يعرف هؤلاء الانقلابيون بأنه في النهاية أضاعوا من أيديهم فرصة التوافق، وما كان سيتحقق لهم يعني على صعيد الماء وقر في مؤتمر الحوار هم يضيعوه الآن بالكامل. يعني كل ما تقدم من الوقت وكل ما زادت المعاناة، نحن طالب الآن بمحاكمات بطبيعة الجرائم اللي تجري. شوف يعني القوات الشرعية على مشارف صنعاء منذ حوالي 6 أشهر. نعم دكتور، بقي يعني دكتور في عدم الحسم عسكريا، يعني شوف الكلفة البشرية الكبيرة التي تحملها الشعب اليمني مقابل ما كانوا هم يدعوا بأن هناك كلفة في إسقاط صنعاء أو الدخول صنعاء بالقوة. طيب دكتور سأعود إليك، أنا تبقى معي فقط من الحجز على يعني عبر الأقمار الصناعية دقيقة واحدة سأختم بها بسؤال مع ضيفي الكريم أحمد عائض المحلل السياسي ثم أعود إليك. أستاذ أحمد أخي الكريم، الآن عندما نتحدث عن البدائل أمام أو الخيارات أمام ولد الشيخ بعد تجديد هذا الرفض من قبل الشرعية لخارطته، هل يستطيع الآن من خلال يعني حشد الدعم الدولي أن يفرضها على الشرعية أم لا؟ لا يستطيع ولد الشيخ. ولد الشيخ عبارة عن مبعوث وله من اسمه نصيب في هذا الموضوع. الشرعية تنتزع من الأرض، تنتزع من الإنسان، تنتزع من الرجال المتواجدين الآن في كل جبهات الحرب الذين عمدوا هذه الشرعية ليس بأصواتهم فقط وإنما حتى بدمائهم وبكل ما يملكون من غالي ورخيص. الشرعية ليست يعني في أوراق يحملها ولد الشيخ في يديه، وليست حقيبة تنتقل من دولة إلى أخرى. الشرعية دماء وكرامة وحياة يجري في دماء الشعب اليمني، معززة ممثلة بالرئاسة اليمنية والحكومة اليمنية والمقاومة الشعبية والجيش الوطني وكل أبناء الوطن الأحرار الذين قدموا وضحوا وتحملوا تبعات هذا الانقلاب وما قامت به العصابات. هؤلاء هم الذين بيدهم الشرعية وبيدهم الحل والأمر والنهي في كل مثل هذه القضايا، وليس أي طرف آخر خارجي مهما حاول أن يفرض رؤيته أو ما يسعى لتنفيذه على أرض الواقع. نعم، إذن الأستاذ أحمد عائض المحلل السياسي كنت معي من مأرب، أشكرك شكرا جزيلا، وأعود للدكتور محمد قباطي وزير السياحة لأستكمل معه الحوار. دكتور الآن هل يعني نتوقع خطوات للشرعية تغير المعادلة؟ نتوقع مثلا عودة دائمة للرئيس هادي والحكومة إلى عدن أو إلى مأرب مثلا لإدارة استكمال معركة إنهاء الانقلاب بعد هذا الرفض؟ أخي يجب أن تذكر أنا أحدثك من عدن، واجتماعات مجلس الوزراء على مدى الشهرين الماضيين كلها تنعقد في عدن، ليس هنا. الحكومة الآن انتقلت بالكامل إلى عدن وزارت المناطق المحررة كلها من مأرب إلى حضرموت إلى يعني حتى سقطرة وعدن زرناها، وأبين ولحد كلها نزورها، وبالتالي الشرعية يعني موجودة على الأرض، والقرارات الأمم المتحدة تحت الفصل السابع لا يمكن نقضها بقرار آخر تفرض مثل هذه الرؤى أبدا. واضح جدا بأن هناك قرار تحت الفصل السابع المجتمع الدولي يجب أن يلتزم فيه، وأخونا ولد الشيخ يجب أن يقر فيه، إذا قدم إفادة نهائية يجب أن يقر بأن هناك طرف يعرقل وعرقل مهمته على مدى أكثر من سنة ونصف الآن، وصلت إلى طريق مسدود نتيجة العرقلة التي يفرضها هؤلاء الانقلابيين. لديهم أجندة واضحة والعالم كلها يعرفها، لكن الخيارات ستحسمها مثل ما قال أخي من مأرب، ستحسمها الأول حاجة الشرعية الشعبية اللي يمتلكها الرئيس، الشرعية الوطنية اللي يمتلكها الحكومة كلها من مؤتمر الحوار الوطني، الشرعية التي الإقليمية التي يمتلكها من المبادرة الخليجية، والشرعية الدولية التي نملكها من 5 قرارات تحت الفصل السابع. نعم. نعم تفضل. وبالتالي ولد الشيخ عليه أن يدرك أبعاد هذا كله، وقلت لك لا يخلط بين مهمته كأنه مصلح بين طرفين. صحيح. لكنه هو الآن خاض يعني نقاشات كما جاء ومباحثات كثيرة مع الانقلابيين طيلة اليومين الماضيين، وتنتظره الآن كما تقول نقاشات أصعب ربما في الرياض مع الحكومة اليمنية إذا صح القول، أنه الآن المرحلة الثانية أن يبدأ بإقناع الحكومة. ما الذي ممكن أن يقول؟ وتوجه الآن إلى مسقط كما نعرف، ويريد أن يعرف في النهاية بأنه ما خرج به من صنعاء هو نهاية لطريق مسدود، وبالتالي يقر بأن مهمته فشلت، ويتوجه بتقرير نحو الأمم المتحدة أو إلى الأمين العام الجديد
يعني يكون واضحا فيه وصريحا ليقول بأن هناك طرفا انقلابيا رفض القرار 2216، رفض الانسحاب، رفض تسليم السلاح كما تنص عليه الفقرات الواضحة من القرار 2216 وقبله أيضا 2040 الذي نص على أهمية يعني المخرجات الحوار الوطني بالنص بالكامل في قرار تحت الفصل السابع. أظن على أخونا والد الشيخ أن يدرك بأنه في هذه اللحظات الأخيرة يجب أن يعود إلى الواقع لكي ينقذ تاريخ مهمته ويقول بأمانة وصدق وشفافية بأنه في طرف هناك عرقل كل جهوده وأوصلها إلى طريق. طيب دكتور، أنت كما أشرت أنه الآن في عمان، هو الآن في مسقط، ما طبيعة تواجده في مسقط؟ ما الذي يفعله؟ أظن هو نوع من يمكن طريق العودة كانت عن طريق مسقط، لأنه واضح بأنه إخوتنا في عمان حاولوا يلعبوا الدور توفيقي من أجل إقناع الطرف الآخر بالقبول بالمبادرة بالقرار وتنفيذ القرار، والمشاورات كانت تجري في جزء منها في مسقط حول قضية تنفيذ القرار، ويعني يبدو أنه هذه الزيارة أشعر أنها زيارة ختامية له لكي يطلع العمانيين على الموقف الحقيقي لهؤلاء الانقلابيون، وبعيدا عن كل المغالطات التي يحاولوا أن يقدموها ويصوروها للعالم. نعم، إذا دكتور محمد قباطي وزير السياحة، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من عدن للتعليق على موضوع حلقة هذا المساء. مشاهدي الكرام، سأذهب إلى فاصل قصير، أعود بعده لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة.